بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، المراد بالبيت هنا المسجد، المراد بالبيت هنا المسجد والكعبة المشرفة، لأنها بيت الله عز وجل، وهي المسجد الذي يأمه المسلمون من أقطار الأرض. فهو أول البيوت، أي أول المساجد التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض، وذلك أن الكعبة، أن البيوت الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، هذه هي البيوت والمساجد التي تشد الرحال إليها، يعني يسافر لأجل العبادة فيها والعكوف أو الاعتكاف عندها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأولها على الإطلاق وأولاها بالتعظيم هو المسجد الحرام الذي فيه بيت الله، وهو الكعبة المشرفة التي أمر الله خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببنائها. قال تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله جل وعلا أمر إبراهيم وخليله، وأمر إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء هذا البيت، فقام إبراهيم ببنائه وإسماعيل يساعده ويناوله الحجارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتم بناء البيت بأمر الله عز وجل لما بناه الخليل وساعده ابنه إسماعيل عليهما السلام. عند ذلك أمر الله إبراهيم بالنداء حج هذا البيت، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو شأن بناء البيت، وهذا هو الحكمة من بنائه، أن يكون مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فهذا البيت هو أعظم بيوت الله على وجه الأرض. ومن بعده في التاريخ المسجد الأقصى. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم
كم بينهما؟ قال 40 سنة. فأول بيت أمر الله ببنائه هو المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، ثم من بعده بناء المسجد الأقصى، ثم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي الشريف. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وأن صلاة في المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وأن صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهي في الفضيلة على هذا الترتيب: أفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي الشريف في المدينة، ثم المسجد الأقصى، وما عدا هذه 3 فالمساجد كلها سواء، لا ميزة لبعضها على بعض، ولا يسافر من أجل الصلاة فيها، ولا تخص بشيء من العبادة دون غيرها. وأما هذه المساجد 3 فقد فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية المساجد. وأخبر في هذه الآية أن أولها الذي ببكة، وبكة بالباء مكة، المراد بها مكة، تسمى مكة وتسمى بكة. وقيل بكة هو المسجد نفسه، ومكة هي ما حوله من الحرم، فالله أعلم. وقد وصف الله هذا البيت بهذه الصفات: الصفة الأولى أنه مبارك، أي كثير البركة، والمراد بالبركة ثبوت الخير ونماؤه واتصاله، فهذا البيت فيه بركة، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات لمن صلى في مسجده وطاف به واعتكف عنده، فإن حسناته تضاعف أضعافا كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فهذا من أعظم البركة، أن الأعمال تبارك وتضاعف أضعافا كثيرة، وكذلك بقية الحسنات في الحرم فإنها تضاعف أضعافا كثيرة لشرف المكان. الصفة الثانية أنه هدى للعالمين، هدى أي دلالة على الخير وهداية للناس، وذلك بأن يحجوه ويعتمروه فيحصلون على الهداية. والله جل وعلا يقول: ليشهدوا منافع لهم. فالإتيان إلى هذا البيت لحج أو عمرة أو تعبد حوله فيه هدى للقلوب، هداية للقلوب، فالقلوب ترق وتقبل على الله عز وجل عند هذا البيت، وتقبل الحق أكثر مما لو كانت في مكان آخر. ثم قال جل وعلا: فيه آيات بينات، وهذه هي الصفة الثالثة. آيات جمع آية، وهي العلامة، المراد بها العلامة الدالة على الحق. فهذا البيت فيه دلالات عظيمة على قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى وعلى دينه. فيه آيات بينات، أي دلائل واضحات على الحق وعلى الإيمان. فمن زار هذا البيت فإنه يزيد إيمانه ويقوى يقينه،
لأن الله قد هداه ودله على الخير، وهو أيضا سبب لثبات القلب على الحق. فيه آيات بينات، ثم بين هذه الآيات فقال مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم من الآيات البينات. ومقام إبراهيم فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أن المراد به الحجر الذي كان يقوم عليه حينما كان يبني الكعبة، لأنه لما ارتفع البناء جاء بحجر فجعل يقف عليه ثم يرتفع به الحجر ويناوله إسماعيل الحجارة والطين. وهذا من آيات الله عز وجل البينات. وهذا الحجر فيه موطئ قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يزالان بينين واضحين، قد أثرا في الحجر. وأبو طالب يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فهذا من آيات الله عز وجل. والقول الثاني أن المراد بمقام إبراهيم كل الحرم من المشاعر كعرفات ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام، كل هذا من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمراد مقامه، المراد مقامه للعبادة لله عز وجل، فإنه وقف في هذه المواقف وأدى المناسك، فهي أيضا من مقام إبراهيم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنستوفي الكلام إن شاء الله على ما تبقى من معاني هذه الآية وما تدل عليه من أحكام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.